على أنغام الحياة الهادئة وقرع الدفوف وأهازيج الأحبة من أبناء وأحفاد يرسم العم شعان الهديبي طريق حياة جديدة، ليلها احتفال وسمر وفجرها عروس كالبدر. هكذا يجدد العم شعان حياته في العقد التاسع من عمره بخيوط الأمل المزدانة بابتسامة وفرح كبيرين. والله الجوازات من أول يقطع له غصن ويعلقه في السماء ويحط فيه راية ويتم الجواز، وبعدين العزيمة يطق العمود طق، ها زي الخطين يعطيها الحين عرف ان جت العزيمة. بين الأمس واليوم تاريخ طويل في ذاكرة العم شعان، فكل ألوان الاحتفالات السابقة قد تغيرت، فيما تشابهت الفرحة وأضحى اليوم بين همس الذكريات وتجديد الأمنيات. مشاعري هالحين أحسن من الأول، أحسن من الأول، الآن أحسن، أحسن. تدخل عروس العم شعان في ترتيبها الثالثة بين زوجاته وهي في العقد الرابع من عمرها، بيد أنها الوحيدة في قلب مشعان بعد رحيل الزوجتين السابقتين. تجوزت بحيث أني رجال، الضيوف يجوني ويجاملوني من شيخ قبيلة، ويجوني وتجوزت علشان للناس اللي يجوني جميع مطالبهم، جميع مطالبهم من كوغا. يعيش العم شعان حياة المشيخة في القبيلة، وبات لزاما أن يجدد روح المنزل في إدخال شريكة العمر الجديدة بعد وفاة الزوجة السابقة، مخلفة له 5 من الأبناء و7 من البنات و37 حفيدا يشاركونه اليوم خيوط المساء وفرحة اللقاء. لا تحتضر الفرحة وخلفها وقود مشاعر لا تنطفي، فالحياة من يحييها وكذلك الفرحة من يعشقها ليعيشها. من محافظة الجموم، خميس الزهراني، العربية.